مرحبا بك سي هشام، وش راكم لاباس لاباس؟ خويا، مرحبا بك. يا خويا وش حبيتني نقول لك؟ انا يا في عمري كما يقول لك جو هشام بجاوي، في عمري 29 الله سنة. يبارك. الاب تاعي راه رتريتي من الجيش الوطني الشعبي، وما ادراك ما الجيش الوطني الشعبي. تحيا تحية الجيش الوطني الشعبي. انا ضارب خمس اني ضارب خمس سنين في عمري 29 سنة، ضارب خمس سنين في الروليطة مع الجيش تحية هكا. تحية تحية بابا كولونيل، بصح انا نتعشى في الروليطة مع الجيش، ايوا ها هو من قبيل قلت لك. خاطر انا نعرف قيمة الزوالي ونعرف وش معناتها التواضع بارك الله فيك. هكذا خويا. صحيت، وعندي كلمة نقولها لهذا العربي زيطوط، ما نسميهش السي العربي زيطوط، نقول له عربي زيطوط هكا باش يسمعني مليح. يا ودي لو كان جيت تخاف ربي، راك محلف كي كنت داخل العسكر حلفوك هكا، ماشي في الاخير تروح تهدر في بلادك وتبيع بلادك. يا لي لو كان جيت راجل، راك تفكر باللي كنت محلف كي كنت داخل تسيني في الجيش. بارك الله فيك. ايه ولا لا؟ لا بارك هذه الله هي، فيك. انا في عمري 29 سنه مازالني جاي للدنيا، ونحكي لكم هذه عشت حياتي من الصفر ل 15 سنه. نشوف بابا 15 يوم في 3 شهور، 15 يوم في 3 شهور عايش مع زوج نساء، يما وماني، كل يوم يبكي ويستناو في البريات تجي للدار هكا. بصح انا صغير ونصبر فيهم، معليش قلت معليش، بصح انا بابا ترباني راجل ورباني على التواضع. هذه هي، تحيا الجيش الوطني الشعبي، تحيا الجيش الوطني الشعبي، تحيا الجيش الوطني الشعبي. تحيا تحيا واللي عنده هضره يجي ليا للبريفي خويا هكا. بارك الله ونزيد، فيك باش عندي هشام. نزيد نقول لكم كلمه على المغاربه هذوما، لم يهضروا على الجيش الوطني الشعبي ولا على الجزائريين، نقول لهم باللي هذا باللي الجزائر خرجت فرنسا بذراعها. ان نا با ليشي لي بوت دو كالكان، ان نا با ليشي لي بوت دو كالكان لالجيري. تحيا هشام. وهذاك امير، هذاك امير العنزي، امير ديزاد اللي راه طايح وقال لهم راهم يبعثوا لي وكذا في فرنسا. يا خويا انا عارفك راجل، روح اهدر في الجزائر، اروح للجزائر هذه هي وهدر، الهضره من تالي. اروح للجزائر وهدر. ماش عجبتك الجزائر خويا؟ روح عيش وين حبيت. انا معليش يا ربي، الكلام كيما يقول لك الجماعه راهي مخلطه هنايا، واحد سخون شويه راهو يخافش ما يغلط بكلمه، وسمحونا ولكش ما قصناكم معليش بهضره، مي كيما يقول لك. يا خويا وش حبيتني نقول لك؟ وش حبيتني نقول لك يا خويا؟ فيف لا ام بي، هذه فيف لا ام بي، فيف لا ام بي. هذيك خطر على بالك خويا؟ هبط صلينا الجمعة انا وبابا هابطين في السيارة، ودينا نهضروا من هنايا، ومن بعد شي كيف باش ما قلت له، ومن بعد قلت له ايه، قال لي وش رايك؟ قال لي الجيش يحكم السلطة. قلت له كيف؟ قال لي النظام يا محمد، ده يا الشعب اباكم وكان الجيش يحكمكم، والله تعيشوا سلطان زمانكم، سلطان زمانكم تعيشوا، والله سلطان زمانكم. يا حبيبي انا بابا وليد ليكول ديكار خويا العزيز، الله يبارك. المهم اعطينا، اسمع الله اعطينا يبارك فيك. انا بابا ماشي اسمع باش ما نطلعوا الجماعه اخويا هشام، نعم اعطينا ميساج مري، قل هذاك امير ديزاد برك، هذاك برد لي فيه قلبي برك. اسمعني، مال وطني، وطني غالي الثمن، روحي مالي نفسي بدني، وانا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن. هذه هي في خاطر اخويا العزيز. تحيا ربي يحفظك خويا هشام، بارك الله فيك، متشرفين. تحيا الجزائر، السلام تحيا عليكم. الجزائر، الله يرحم الشهداء. هذا نشوفه صح، زغنان نعاودو زغنان ونجو هابطين، اجو اونكور، يلا اجو اونكور. ها يا سيدي، قالوا اسمع، الحمد لله، هذا جس نبض صغير بينا تلاحم كل الجزائريين مع المؤسسة العسكرية، وهذا شرف، هذا شرف كبير لنا سي هشام. أنا فقط راح نكون جد مختصرة،
حبيت نشارك وما تفوتش هذه الفرصة بدون مشاركة في مع خاوتي اللي كلهم عطاو آراء ما شاء الله نشكرهم، والناس اللي راهي تتكلم وتنتقد وحتى الحقوق وحتى السب والشتم، هذو ناس على بان أهدافهم وش هي، نعرفوا وينهم حابين يوصلوا وإن شاء الله ما يوصلوش. على كل حال هاي يعني حاجة صغيرة بينت حقيقة الشعب الجزائري. الشاد يحفظ ولا يقاس عليه. أنا سي هشام نقول تحيا الجزائر، تحيا الجيش الشعبي الوطني، حب من حب وكره من كره. وراح المؤسسة العسكرية هي الدرع المانع والحصن اللي نحتمي به، والحمد لله فيه الكثير من الرجال اللي يعتبروا أبطال يعني مثل عبر الزمن. سي هشام ما ننساش أيضا نشكر كل المقاومين، المقاومة الإلكترونية لعبت دور كبير جدا في توعية الشعب الجزائري، في صد الكثير من الهجمات. هاد الناس اللي كانوا يسهروا ليالي باش الهجمات اللي كان يعني حابين يوصلوا بها الى احباط الجنود، الى يعني دك المعنويات لجنودنا. احنا ايضا شفنا معنويات نوعا ما تهزت، ولكن انا كل ثقه ان الجنود تاعنا كما يقول لك هذا الشبل من ذاك الاسد، فمعنويات واحنا رانا معاهم ونبقوا دائما معاهم. والشعب الجزائري شعب مثالي وشعب فريد من نوعه، اللي كل الناس تجتمع لهذه حتى الأعداء. ونشكرك على تخصيص هذا الموضوع، وتحياتي لكل شاركوا والرجال اللي عندهم مازالت عندهم نخوة، مازال عندهم قيمة الوطن والوطنية. ونترحموا أيضا على كل اللي توفاوا أو اللي استشهدوا، مش توفاوا استشهدوا. نتمنى إن شاء الله الصبر لذويهم، وإحنا كلنا مستنا هذه الفاجعة وبكينا من أجلها، ويستهلوا أكثر من بكائنا. نقولكم سهرة ممتعة سي هشام مع بقية اللي راه مازال ينتظروا، ويعطيكم الصحة وتحياتي العسكرية والمدنية للجميع، وشكرا. بارك الله فيك استاذة، يعطيك الصحة استاذة. فوالا هاي حرة من حرائر الجزائر يا خويا، شوف الهضرة كي دايرة. تما كشتو واحد يطلع عند أمير ديتنا طلعت يا خويا يعطيها الصحة بارك الله فيها. مساء الخير زاد والله هذاك نكازي هضرة كيما هاك، شنو الرجال اللي عندنا والنساء اللي عندنا كي دايرين؟ الحملة راهي بدات من عند الكلب تاع زيطوط اللي ما يترباش، سمعتني؟ والكلب تاعو امير ديزاد، باسكو زيطوط هو اللي يدرب امير ديزاد على الخدمة، هو اللي راه يعطي له كيفاش يخدم. ها السنة تطلع لي، سمعتها؟ دوك نبداو المطرق يا باسكو. مرحبا السي العلمي، باسكو الجماعه باش نتفاهموا على حاجه، كاينه حمله كبيره يعني راها من عده جهات، راهم يحاولوا يستهدفوا الجيش تاعنا وخاصه الجنود تاعنا، ويطيحوا النفسيه تاع الجيش تاعنا. مالا دوك حنا نبداو الخدمه يا ودي. ان يجعل الجزائري، نقسم بالله راح تخلص غالي. تحيه سليم، تحيه. شوفوا راح نبداو حمله توعوية. شو هذا زيطوط اللي ما يترباش، اللي درب أمير ديزاد، وهذا زيطوط اللي عندي، راه عندي الفيديو تاعو. هو نهار اللي الناتو ضرب ليبيا، ودخلوا الناتو دخلوا ليبيا يعني بأمر من الناتو، دخل وقعد يزكي في الناتو باللي الناتو راه مليح وكلش. المهم راه بداو حملة. إذا شفتوا لافوتو هذيك اللي راهم داروها يستهدفوا بها الجنود تاعنا، دايرين فوتو من فوق شغل كاتبين شغل سنت، شفتكم نشوفها
شغل يستشهد شباب معناها صغار، راك معايا، يستشهدوا شباب صغار من اجل منش عارف. اودي يا سي احمد والله اليوم انا نقول لك ما ترقع يا ولد. اليوم المارطة جابت وجد روحها اليوم. المهم يعني هذيك الصوره اللي راهي تداول اللي راكم شفتوها تاع يموت شباب في عمر الزهور من اجل مش عارف شنو. على بالكم باللي هذا النوع هذا تاع الميساج يعني سيدي فلاش، يعني في العلم النفس هما يبعثوا دي فلاش باش يضربوا النفسيه، يعني حتى هذاك يعني يخلوا الجندي هذاك يحس روحه انه يدافع على وش يقولوا له، يعني على اشخاص. الوغ هو لو كان نشوفوا احنا الجندي اليوم تاعنا اخر جندي كاع يدافع، راه يدافع علينا، يدافع على اماتنا، يدافع على نساويرنا، احرايرنا، يدافع على ارض، يدافع على دم، يدافع على شجر، يدافع على كلش. اول من اطلق هذه الحمله هو هذاك الشيطان تاع زيطوط، والكلب تاعو امير ديزاد هذاك اللي راهو يدير في السموه، اللي راهو يحط باللي زعما. وشغل زعما هو راه واصل ودير روحو بطاطا كبيره وكتب لهم باللي الطائرات تاع الجيش اللي يروحوا فيهم ويبعثوا المغنيين تاع لبنان. وشغل الدوله كاع ما عندهاش تبعث في الطائرات تاع الجيش؟ هذا راه حمار هذا. بمعنى يا جماعه لازم الناس والناس اللي راه يتبع فيه هذا العنزي هذا تاع 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 امير ديزاد لازم تفهم باللي هذا الانسان راه يخدم في اجنده. السيد راه بدالكم ينشر في الفضائح، ومن بعد السيد راه قلب الفيستا، السيد راه يحكي غير مع يخاطب في الجنود تاع الجيش. يعني ما لاحظتوهاش انتوما كاع؟ السيد دارنيير مو يخاطب غير في جنود الجيش، شوفوا ولاد الجيش، شوفوا كذا. يعني سي غراف، فهمتني؟ السيد الطائرات ومانيش عارف والخردة وكذا والشباب راه يموت. وشقول راح نفهمكم، انا نقولها لكم ديريكت. السيد هذا راه يخدم مع أجهزة استخباراتية أجنبية خاصة فرنسا، لأنه حراك في فرنسا يا أخي ما يخلوش يدور هذاك الدودير، فهمتني؟ هذه واحدة. لا دوزيام شوز، السيد دخل من جهة الفضائح سوا ديزون، يفضح في فلان باش يلم الناس برك، باش من بعد يبدا يفوت في الاخر. اير شوفوا كاع اللي راهم هنا خاصه اللي يشتوها سيدي، انت تشتيه وعاجبك بطل قومي هذا امير ديزاد، اضمن لي باللي ما كانش واحد اخر راه ضاغط عليه ثم وراه يعطي له في المعلومات تاع الناس اللي تبعث له. اضمن لي باللي هذا العنزي هذا اللي راه في فرنسا جماعه، الناس راهي تبعث في تصاويرها تبعث فيهم لفرنسا، بغض النظر امير ولا قويدر ولا الاخضر، جماعه راهي تبعث في تصاويرها لفرنسا، راهم يبعثوا في المعلومات يبعثون فيهم لفرنسا. كان جا هنا في الجزائر يا سيدي معليش مش مشكل، جا في الجزائر هذا امير ديزاد ومنا وينشط هنا في الجزائر وقال حنا يا بطل باسكو علاش راه مقابل الراس في الراس. سيد راه في فرنسا، الناس تبعث له، الناس وصلت تبعث له في دي دوكيمون اوفيسيال تبعثهم له لفرنسا، عاد من عند الجاوري عند فرنسا. يعني سي با نورمال رانا نقعدوا ساكتين عليه. وين وصل اليوم السيد راه يضرب في النفسيه تاع الجنود تاعنا، يقول لهم باللي يا ودي راهم انتم شباب راكم تموتوا من اجل الشيوخ. يعني راه يحسس في هذا الجندي مسكين، يحسس فيه انه انا نقولها لكل جندي يعني جزائري، راك تدافع على بلادك وتدافع على دماء الجزائر وتدافع على دماء الجزائريين وعلى الحرائر تاع الجزائر. ما كانش أنبل من الجنود الجزائريين، ما كانش واحد أنبل منهم، ما كانش كيما الجندي اللي راه مضحي بروحه. نقطة إلى السطر. باش تجي الطحان يا رخيص تقول على الجنود تاعنا من فرنسا وتبدا تهضر في هذه الهضرة، يا اليوم المطرق كي انت كي اللي معاك هذوك المغاربة اللي راهم جابوك، فهمتني؟ وزيطوط راك تعرف صوتي مليح وتعقل نهار ينفضتك، يا والله خلنا نفضوك من جديد نيوفيا بارك. هذا ما كان، احنا مانا خالصين، مانا نشوفوا ما حتى حاجه، فهمتني؟ مانا يا ودي احنا رانا ناس مواطنين عاديين بصح، والله نقرضوك عن السنه. وش بيك تفكر 2011
أو كي عاد الجيش تاعنا يتمس، أو وين رايحين؟ وين يا جماعة؟ هذا يتحط، هذا يدي المطرق، ما فيهاش نقاش. انتوما شكون اللي يا سيدي اضمنوا لي باللي هذا بالحرام هذا اللي راه برا في فرنسا، راه الناس تبعث له في التصاوير واللي ولا سموا لي دوكيمون اوفيسيال وما نعرف واش، ويضحك على الدوله يقول لهم ما قبضتوش الناس اللي تبعث لي في التصاوير. ترى قليط انت، خاين الوطن، انت خاين الوطن، انت قواد فرنسا، راك ساكن في فرنسا وتبعث يبعثوا لك الناس تم وتتشكن فيهم. لما تشكن فيهم تشكن فيهم للقاوري، جامي يخرج لك واحد يهدر لك هذه الهضره. انا دوك نسمع حالك، ما في الناس تبعد تسب لك وتقول لك امك، انا ما نجبد لك لا امك، ما نجبد لك عائلتك، ما نقول لك يا ودي ما نش عارف بي بي اكس ولا معنى. انا هذا اللعب ما نلعبوش، انا نهضر معاك لو في تا واش راك دير، تا التصرف تاعك واش راك دير، تا خاين الوطن. خرجت قاعد في فرنسا عند القاوري اللي كان البارح مستعمرنا، فرنسا تحمي فيك من تالي. انا نقول لكم حاجه، السيد هذا ربح العيب، ينشر في الفضائح وكذا 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 وكذا، وعلى باله باللي الدوله الجزائريه تحوس عليه لانه يعني فات الحدود، ينشر عن نساه ثاني هذا البطل، هذا سواديزون بطل قومي، تعدى الحدود وعارف روحه باللي خرج خارج القانون. انت فرنسا تجي يا ودي، يجي ضابط كاس خير يقول له الحاج تخدم ولا نبعثوك لداركم، هم يستناو فيك. سهله كاع والله نقال، سهله سهله، هذه اسهل حاجه، هذاك اسهل كلب باش يتجند، اسهل واحد في العالم باش يتجند هو قاعد عندهم ويسب في بلاده. شكون يدير باللي العدو قاعد عندهم ويعادي في بلاده؟ شكون يدير باللي العدو يجي يقول واش يا وليدي ملايك راك تخدم معانا، هي باش تبدا تخدم وتخدم بلا دراهم وتبلع في امك. او كاتلو الزمان ثم على بالكم بها، راه يبعثوا له غير واحد واحد القناي قواد راه يطلع له في المرات في الدراهم، عاد الشكام ولاو الشكامه مدوسين مع بعضهم هنايا، بعض الخرايين يبعثوا له في الفضائح تاعهم. اسمع هنا تحبس محمد، لحقت للجيش هنا تحبس، خدمتوا لنا حمار راه في الاترونجي يديرنا في المشاكل مع جيشنا من تالي، فهمتني؟ دوك يا جماعه انا نقول لكم واحد الحاجه، هي راه بدات هذه الحرب، الحرب هذه سايبرانيه علينا. راه عندي واحد الكونت دركا هنايا مسمي روحه مش عارف العسكري، دخلت له السيد حاط هذيك لافوتو تاع 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 زيطوط راك معايا، وباين باللي ماهوش عسكري، مي راهو داير روحو عسكري. دخلت ناناليزي في الكونت تاعو، لقيتو مشترك في كل جروب تاع تاع سموه هذيك تاع دا اسمها عسكري جزائري ومن يحبني وكذا، كاع لي جروب داخل فيهم، كاع الولايات داخل فيهم. اجمع اجمع هذه راهي تبلاصي في روح سي محمد، رامي بلاصو في رواحه معاه. انا هذا الكونت درك نعطيه لكم، ودخلوا دخلوا معاه في الجروب، استناو يحفظوا، ما قعدوش نستناو يا جماعه. صح رانا زعفانين من الوضع والمشاكل ومنها والتخلاط والسياسه والاخر، مي سان فو با دير يا جماعه باللي نخلوا بلادنا. ياو اتونسيون، دوك حنا الجيش تاعنا يدافع علينا، من بعد حنا نغدروه هنا، حنا لداخل هنا. يا سيدي عطانا ربي، احنا كاع ما عطانا في والو، عطانا غير شويه انترنت ولسان طويل ونعرفوا كاع احنا نفهموا واش راه يوجد البرا واش راهم يوجدوا، نحاربوا الثورات منا والاخر. ها سيدي علاه نبخلوا؟ ها والله علاه رانا نبخلوا برك في بلادنا؟ الامر راه يا جماعه باش نقول لكم واحد الحاجه، الامر راه خطير صح مش لعب، باش يوصل انه يخدم ان ما فيش بور اندوكتريني الجنود الجزائريين ويقول له يا ودي فوالا انت تموت من اجل هؤلاء الشيوخ. على بالك، على بالك باللي هذه الامباكت تاعها على الجندي مسكين، وعلى بالك مع الوحش ماهوش جايب الخبر وماهوش مش عارف يعني، خاطر كل واحد وكيفاه، هو راه جندي مختص في السلاح سي محمد، احنا مختصين شويه في انترنت نفهموا هذا الميساج واش معناها. يخليه يحس روحه باللي راه مضحي، شغل شغل راه غاهاك مضحي حياته رايحه غاهاك. لا لا خويا الجندي، انا نقولها لك، راك مضحي على جال بلادك، على جال الامه، راك معايا، على جال الامه، على جال الامانه خلوها الشهداء، على جال 7 ملايين شهيد من اللي دخلت فرنسا، على جال الحراير باش ما تغتصبش المراه الجزائريه، على جال الدراري هذو الجينيراسيون اللي راها طالعه، علاش حايب لازم نردوا على هاد الناس،
اللي تخرجنا في دي صافي ها جماعه راه الدنيا لعبت هنا في الانترنت سنة نطلعوا جل هذاك الزجر اللي راه واقف عندنا ماكش تضحي بروحك هاك هاو لو بروبليم المشكل يا جماعه ولينا نتفرجوا قاعدين غير نتفرجوا غير من بعيد عاود اخويا حالين باش نشوف نعاود ناكسبتي والو عاود خرج ودخل فهمتني احنا درك معليش عندنا مشاكل في بلادنا قاعد الدول عندها مشاكل وعندها وسماه وطيح وتنوض لي زيتازيني فات على مرحله تاع فساد كاع ما نعرفوهاش احنا وكنفتنا عليها وكرانا ذابحنا قعدنا مده هاك معايا مي سان في با دير بلي نخلو بلادنا تروح من يدينا سي محمد راه مازال عندنا لا مان راس مالنا لا مان ولا مان هذا شكون اللي راه موفروا لنا الجيش تاعنا كرام زدموا علينا يزد التالي يزدم عليك الليبي ما تعيط تشوف بعيد الشر تلقى الليبي يغتصب لك في جزائريه وتقعد تفرج احنا ما قلناش كاع احنا قلنا يا ودي يا جماعه نديروا حملات منا توعويه على جال ولاد بلادنا نفهموهم وكذا نحاربوا الاحباط العام هاي وين هذا الضربة هذه لافيش هذيك اللي راهي تطلع وراه يحطوا فيها ناس على ديري رواحهم باللي عسكر سوا ديزون باللي راه معسكر وباللي راه مش عاجبه الحال والسي العنزي هذاك تاع فرنسا اللي راه يخدم عند المخابرات الفرنسيه مجنداتو هذيك النهار قاعد يقول لهم هناك انتعاض شديد من الجنود الطبقه اللي راهم لتحت ضد القياده ايوا بديت في لي ميساج الحاج بديت في لي ميساج يعني راهم يمشوا لي ميساج هو اصلا يا جماعه انا شفته وتفرجت حتى لي فيديو تاعو السيد عقون ما يعرفش يهضر ماهوش انتليكتيال حابس انت تشوفه كي يهضر تشوف انسان قليط نهار اللي تشوف المنشورات تعرف بلي انسان واحد اخر يكتب له او عشقول خلعكم كي عاد يبعث سنة شوفنا هات شوفنا عبد الحليم يا ربي يطلع فهمتني قاعدين احنا ذوك اسمه السيد هذا هضر قاع في الجيش حبس ما تهضرش على الجيش منه وجاي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله سي سليم مرحبا بك يا هشام صحيت بارك الله فيك الخاوة اللي يا رب معاك حاضرين ان شاء الله يا رب خير الجماعة الله يعطيكم الخير حبيت برك نعقب على نفس الموضوع اللي راك قاعد تهضر فيه واللي يعطيك الصحة ان شاء الله بارك الله فيك اللي رانا كما يقول لك مرة الناس راهي ماهيش حاسة بالشيء كاين شي ناس ماهيش حاسة بالجمرة هذه اللي رانا حسينا بها واللي فقدنا خاوتنا فقدنا اصحابنا واحد من الناس اللي فقدت زوج من اعز اصدقائي الله يرحمهم يرحم جميع الشهداء على كل حال حبيت نعقب على نقطة قبل انتقال للنقطة اللي كنت فيها انت اليوم اللي هي اليوم نكذبش عليك اليوم تقريبا تقدر تقول فقدت الامل في هذا الشعب او في فئة كبيرة من الشعب كي شفت المباراة اليوم والغاشي طيح العيب وكذا وفوضى ويكسروا هما نفس الناس اللي نعرف انا شي ناس كانوا راحوا يتفرجوا في المباراة اللي نعرفهم انا في الفيسبوك يعلقوا طيحوا خبراء طيران ويهضروا الدولة والجيش والعسكري محقور وذاك 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 اول حاجة الجندي الجزائري لم يكلف احدا بالدفاع عنه لأنه يعني يعرف الحقوق نتاعه ويعرف الواجبات نتاعه ثاني حاجة الجندي الجزائري وانا راني على يقين واش راني قاعد نقول ما زال مستعد لتلبية النداء مستعدين كاملين لتلبية النداء في أي وقت نداء الوطن نداء الشهادة ونحن نفخر بقياداتنا في الجيش الوطني الشعبي وهذا عملاء المخزن اللي راهم يستناو باش تنوض حملة على قيادات الجيش وكأنه قيادات الجيش هما اللي كانوا سبب في إسقاط الطائرة ولما على بلمس باللي الطائرات هذه أنا ما فهمت حاجة اللي كيطيح طيارة في الميريكان ما كاش لي يهضر ما يقولكش الميريكان وعطينهم خردة وكذا منها طيح طيارة في الروس ثاني كيف كيف طيح طيارة في الإسبان كيف كيف مي طاحت في الجزائر وكاع خرجوا الخبراء نتاعنا الخبراء والأطباء والمهندسين ولاو كاع عسكر ولاو كاع يعرفوا ولاو كاع يتيم كذا بكري قلت لك تسقسي أي واحد فيهم تقول له الإليوشن وشني هي يقول لك مانيش عارف بالك إندومي بالك حاجة يفهمها كاش ماكلة ولا يقول لك كاع راك تسب فيا بشنوية من بعد فجأة ولاو كاع يعرفوا المهم الميساج هذا باش نوصلوا أنا العملاء المخزن اللي راهم قاعدين يتبعوا وقاعدين يسمعوا وكاين بعض الوطنيين او الجزائريين المغرر بهم من بعض الصفحات التي تدعي الوطنيه والتي ليست منها في شيء
حنا ما نقولوش حكايه ايادي خارجيه، حنا هذه اللي عرفنا واللي مالف يتبع جماعه وتبع هشام وتبع لينا واللي يتبع هذا ويتبع هذا المحيط تاعنا، حنا لما نقولوا لا اللي راه يعارض ولا اللي راه معانا، لا اللي نقولوا هذا اللي معانا نقولوا شيات ولا هذاك نقولوا ايادي خارجيه، لانه هذا الكلام عيب وهذه المصطلحات راه تفرق بين الشعب الجزائري، كل واحد راه حر في الطريق اللي حاب يتبعها وكل واحد راه حر في كذا. الحاجه الوحيده احنا اللي نثبتوا عليها راه المؤسسه العسكريه وخط احمر، ما نسمحوا لحتى واحد يجي يطيح لنا محلل امني واستراتيجي يعطينا كذا. انت راه معنا والديك واحد كيما زيطو تستضيفوه في القانون وتولي هو لاجئ في بريطانيا واللي هو عرض مرته وما عرفش يصوره مع الامريكاني مع القنصل تاع الامريكان في ليبيا، حتى يجي هو باش يتكلم على الجيش الوطني الشعبي ويجي يلعبها يلعب على الوتر الحساس انت يا ودي وكذا، الوتر العاطفي جنودنا ماتوا. شوف صديقي جنودنا واحد ما شكالك ولا واحد من اهل الضحايا شكالك ولا واحد قال لك دافع عليا ولا واحد قال لك هضر عليا، وما يشرفناش انه واحد كيما انت يهضر علينا احنا هنا في الجزائر. هذه باش نحطوها نقطة باش يعودوا الناس فاهمين، واحد ما هو مكلف باش يهضر على المؤسسة العسكرية باش في الخارج يجي يدافع، ماناش مستحقين حتى واحد يهضر. والجيش الوطني الشعبي كاع من الجندي حتى الفريق، نحكوا على الجنود والضباط وصف الضباط، ما كاينش اللي راه يشكي من القيادة وقال لك القيادة دارت لي ولا القيادة داروا لي. الحمد لله يا ربي. هذه الحمد لله يا سي فرعون. نعم. هذه الحملة هذه اللي راهم يديروا فيها هذا العنزي وتاع فرنسا وتاع بريطانيا، هذه اللي قلهم يدعوا عليها المطرق. راني جايك ليها، راني جايك ليها نقطة بنقطة. شوف هذا سي حبيبنا ما على بالوش باللي كيسب القايد صالح ولا يسب اللواء فلان ولا يسب اللواء فلان، أنه راه يسب في الجندي، لأنه الجندي يعمل تحت إمرة اللواء هذا ولا تحت إمرة القيادة تاعو، وهو مفتخر بقيادة تاعو، يعني ما كانش اللي يشكى والحمد لله رب العالمين. احنا راه وليداتنا وخاوتنا مجاجين، لو كان على بالهم باللي هذا قيادة ما تصلحش وهذا قيادة ما ليش، الناس راهي تدفع في الدواسة وراهي تروح تدير طلب انخراط صفوف الجيش الوطني الشعبي ولا صفوف الدرك الوطني ولا صفوف كذا، وراهم يعني افواج افواجها في كل دقيقة تلقى وليدات الشعب يسقسيو كتا يفتحوا وكتا يفتحوا دواسة وكتا يفتحوا وكتا يفتحوا، ناس باغي تدخل وناس تخدم على ارواحها، مش مشتاقين خبزه، مش مشتاقين دراهم، لانه اللي حاب يدير دراهم يروح يديرها في الكوميرس. الناس سامحني خويا فرعون، برك باش نقول الخنفر خونا دوك تطلع، وهذا اللي كيصب ذا بوي لوست ولا مش عارف قال لك بيناتنا شحال خلصوكم، يا احنا شكامه انا شكام باطل. انا هذا اسمع هذا الابواق هذه والاطفال هذه، انا هذا لو كان جا راجل نتحداه عبر 48 ولايه، اذا جي راجل استدعي انا شخصيا صفتي مواطن وليس مواطن اولا وقبل كل شيء، يجي يهضر لي هذه الهضره في الفرقه في احدى الفرق الاقليميه للدرك الوطني باش نتحثوا وجه للوجه. اما الحديث هذا من وراء الشاشات نتاع عطاوك وانت جابوك، هذه الكلاب هذه كلاب الضاله والشارده في الفيسبوك هي مجرد عملاء للموساد، عملاء للجهات الاجنبيه، لانه هو لو كان تقول له شحال خلصوك باش تجي تهدر في العسكر وباش تجي انت تصابوطي واحد يدافع عن المؤسسه العسكريه، يقول لك كيف راك تشوف فيا لا راهم يخلصوا فيا، بصح انت يتهمك نورمال، حنا ايه يخلصوا فينا وربي ان شاء الله يزيد يخلصنا. وذاك راجل في حل وتوصل للمياه أرواح نوض صباح أو يتر ثمانية توجه أي مقر فرقة إقليمية بالدرك الوطني بأي ولاية في على مستوى أي بلدية في الوطن، وعير قال راني في الفرقة الإقليمية الفلانية، إذا ما جيتكش نقلع على المستاش قدام الرجال كامل اللي قاعدة تسمع، أنا نجيك وين تكون تقول لي يعني في تام الراس خذ ونشد الطيارة ونجي. صعب شرط أنك الكلام اللي تقعد تهدر فيه هنا في لي كومونتير تثبت عليه عن على داخل الرجال هذا ما هما اكبر من تحديدهم هما الجزائريين. باش الجماعه تاعنا بحطها هشام باش ما نطولش نعطي الكلمه لخاوتنا باش يطلعوا، اخونا راه حاب يطلع الله يسلمك. شوف احنا المؤسسه العسكريه الحمد لله يا ربي اليوم يعني ما نكذبش عليك، المعروف خرج في كل الولايات، العجايز تتصدق الرجال تتصدق، الاولاد الصغار يشرب الحلوى ويصدقوا في الشارع،
هذه تعطيك انه ما عادانا بيت الا وخرب وما نبح علينا كلب الا وجرب. تعي باش تدير الفتنه بين المواطن الجزائري والمؤسسه العسكريه، والله غير راك تكتب في الماء فقط، راك تكتب في الماء فقط، يعني ما عندك ما تربح، لانه مؤسسه عسكريه هذه او الجيش الوطني الشعبي، احنا ماناش كيما الامريكان عندنا جنود ملقطينهم من دول وحده اخرى. وليدات سي سليم، سي سليم باش نقول لك واحد الحاجه، يعني هذا هذا الشيء اللي صار، يعني الشعب كيفاش ناض على جال على جال يعني الشهداء تاعنا وكلش، هذا راه كان كف كبير صفعه للاجهزه الخارجيه، لانه ما تنساش هما على بالك باللي عندهم عندهم مخابر ويقعدوا يعسوا في النفسيه تاع الجزائريين كي شافوا هذا الالتفاف على بالك عندهم يخسروها. الهدف درك هو زرع الاحباط لدى الفرد، اي فرد من الجيش الوطني الشعبي الجندي الجزائري، انه كي يدخل فيسبوك يقرا متمسخروا بينا راه دارونا، وما ما كان جاو يعرفوا شويه العقيده تاع الجندي الجزائري والله يعرف روحه بلا يتعب في روحه. حاجه واحده اخرى حبيت نوجه الرساله فقط للمتقاعدين الجيش الوطني الشعبي، فهمت، المعطوبين وقاعدين الجماعه اللي كيما يقول لك شافوا الحادثه هذه، والله انا شخصيا اتصل بيا بالك فايت واحد الوتور واحد والله قال لك رانا كاين اللي فينا بلا رجل بلا كليه بلا عين بلا بلا، والله مستعدين للدفاع عن الوطن في اي حال في كل في في كل الظروف، فهمت. وانت سي سليم قاعدين وقاعدين نوجه لهم الرساله، يرحم والديك، بارك الله فيك سي سليم، يرحم والديك. فوالا دوك نطلعوا سي سنشوف خنفار امين دقيقه برك دوك نطلعك. المهم هذاك هذا الالتفاف يعني تاع الجيش تاع الشعب تاعنا حول الجيش يعني وكشعب، يعني كما قال لك الناس خرجت المعارف و وناس تزغرت وناس كذا، هذا راه عطى كف كبير للمخابر الاجنبيه اللي راهي حابه تشوف اسكو الشعب الجزائري يعني ملتف حول الجيش تاعو ولا والو. صدقوني هذه ما صراتش حتى في الدول الاخرين، ما صراتش يعني صار يعدنا هنايا، راهم درك يعاودوا يديروا كاع في حسابات باسكو يخسروا ملاير كبار على عملاء بزاف، كيما هذاك زيطوط، كيما هذا العنزي تاع فرنسا، بزاف بزاف اللي دربوهم دايرين مخابر فيهم قريب 200-300 واحد عاطينهم لي ميكرو يخلصوا فيهم منا، ومن بعد سبحان الله قال لهم الشعب الجزائري راكم ثم راك شايف. حسنا نطلعوا سي خنفار امين قال لك راه قلبي معمر خليني نفيش قلبي. يلا اجو انكور. الو سي خنفار مرحبا بك. شكرا جزيلا لك اخي الكريم، والشكر موصول للاخ الذي كان قبلي، واهلا وسهلا بك ومرحبا بيا ضيف عندك ان شاء الله في هذا اللايف تاعك. الله يحفظك، مرحبا بك خي. الله يسلمك، ربي يبارك في عمرك ان شاء الله، كلام زين تاع خي، هذه كلمه زينه هذه، ربي يبارك في عمرك. اخي الكريم انا نهضر معك كيف مواطن قبل ما يكون في اطار في الجيش الوطني الشعبي. نحن نعتز، نجد فضلك يا اخي الكريم، نحن نعتز نحن نعتز نحن نعتز اننا ننتمي الى هذا البلد، ونحن نعتز ان ننتمي الى هذه المؤسسه. طلعوا مع دقيقه من فضلك اخي الكريم، كمال كندا بارطاجينا اللايف الله يسرك، فتح مزاري بارطاجينا اللايف ربي يخليكم، نحتاج منكم بارطاج، ربي يعيشكم، نحتاج منكم بارطاج. راح نوجه رساله قويه جدا جدا، راح نوجه رساله قويه، ربي يخليكم. كمال من كندا اخي الكريم بارطاجي لي فلاباج تاعك ايميغراسيون كندا مغرب وفتح، راكم طلعتوا معايا ايميغراسيون، كامل الجماعه اللي طلعوا معايا يبارطاجون اللايف، ربي يخليكم. هذا طلب وليس امر، هذا رجاء وهذا فضل منكم. بسم الله. اخي الكريم، هاد الناس اللي راه يتشوه في صوره الجيش الوطني الشعبي، راح نعطيك معلومه على الطائره التي سقطت اليوم 11 افريل 2018 ببوفاريك. الطائره كانت في صيانه في روسيا، وجات وكانت العوده تاعها في جونفي، في 16 جونفي العوده تاعها، وعندها رخصه الطيران من حتى 6 ديسمبر، حتى 6 ديسمبر 2023. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، عندنا كامل الكفاءات وعندنا الثقه التامه من الفريق الى الجندي التالي، الحمد لله عندنا كفاءات الجيش الوطني الشعبي.
في القوات الجويه ولا في القوات البحريه ولا في القوات الخاصه ولا في الدرك ولا جميع المؤسسات وجميع شرائح الامن الوطني في الجزائر. الحمد لله اخي الكريم. اما نحكي لك انا على هذا زيطوط وجماعته نحكي لك عليهم راح مخك يحبس. هذا زيطوط الذي كان سفيرا في ليبيا وبعض الاخوان راهم طلعوا يعرفوه، هذا الذي كان سفيرا في ليبيا ويهدر يقول كذا وكذا ومؤسسات وعصابات وبوتفليقه جاب وبوتفليقه دار وبوتفليقه دار. يا اخي الكريم راك غلط وربي يهديك، انت من المرتزقه، انت من الموساد، انت من الموساد، انت عميل الغرب. احنا جزائريين احرار، احنا عندنا مليون ونصف شهيد في الثوره، جدي وجد جدي واخي وكذا وكذا، وما زالوا 42 مليون، ما زالوا 42 مليون شهيد راهم ضحوا من اجل هذا الوطن. الحمد لله جابوه رجال هذا الوطن، جابوه رجال هذا الوطن. راك تحكي تقول، راك تحكي تقول ابناء فلان وابناء فلان وابناء، اكرمه الله يا اخي الكريم، هذاك اكرمه ربي. انا كي سوفريت في ما انا وخاوتي اللي راهم يسوفروا بمرداس وجيجل وراهم يسوفروا في الضبيره وتيزي وزو وبعض الولايات، هادو اللي راهم خدامين قد ربي سبحانه وتعالى هذا الخبز سخرها لهم، لا انت ولا غيرك، ربي سبحانه وتعالى اللي مكتوبه في الجبين ما يكرهها اليدين. وهذا ابن الوزير ولا ابن القائد ولا ابن كذا ولا كذا، ربي كرمه انه يكون ابن مسؤول ويتمتع في الدنيا هذه، ويتمتع في الدنيا هذه. ما راناش نهضروا احنا على اكس ولا ايكغيك ولا كذا وكذا وكذا، ما راناش نهضروا على اي شخص، احنا رانا نقولوا، احنا رانا نقولوا، احنا رانا نقولوا باللي يا الناس اللي راكم تحوسوا خصوا دور الجيش الوطني الشعبي، الجيش الوطني الشعبي الشعب هذا سبيل جيش تحرير الوطني، رجال خويا فيه رجال اليوم وغدوه ومن غد مازالوا يضحوا من اجل الجزائر، باش الجزائر تكون دائما راسها مرفوع، دائما الجزائر يكون راسها في السماء، دائما الجزائر يكون راسها عالي. والحمد لله راه عندنا كفاءات وراه عندنا اسم. ما ننساش الخطاب تاع بوتفليقه، راني عاودته في 99 في عنابه، ما ننساش الخطاب تاع بوتفليقه، راه قالوا لهم ويعاود لهم، راه قالوا لهم ويعاودوا لهم باللي هذه الجزائر عندها ولادها، ما كاش اللي يعطينا طريحه، احنا نعطوا طريحه الحمد لله يا ربي، الحمد لله مازال ما تعدتش علينا الدوله، احنا اللي خلينا الثوره تاعنا يقراوها في لافاك في الامريكان ويقراوها في الانجليز ويقراوها في كذا وكذا، مازالوا يحوسوا عليها ومازالوا يقراوا عليها. احنا في المغرب العربي هذا احنا سيرناه، تبغى كي حبينا نحرروا المغرب العربي، احنا سيرناه، الجزائر هي اللي سيرته، هي اللي سيرت الثوره وسيرت التحرير المغرب العربي من تونس والمغرب وليبيا من وليبيا من طليان والدول المجاوره. الحمد لله يا ربي. اما انتم لكم تخلطوا واسقاط الفريق واسقاط اكس، انا والله الحمد لله انا والله ما عندي حتى علاقه، انا راني خدام اطار انطر اجماعي ويعرفوني، والله ما عندي لا جمل ولا ناقه من هذا الحرب، ما عندي لا جمل ولا ناقه، ما عندي لا هذا اللي قال لي كذاب. دقيقه تشوف نعلق الكومنتير، هذا اللي قال لي كذاب. معليش لا لا راه كاين ناس راهم دخلوا راهم يسبوا على بالك، خليه يتبع باش نقول له حاجه برك، نقول له حاجه برك، يا انت اللي تقول لي كذاب ويا انت اللي راك تقول لي كذا ويا انت اللي كتب فيا. انا يا حبيبي انا بتبرى على جالك، انا يا حبيبي صبت عليا الشتاء، انا والله العلي العظيم اقسم بربي الكعبه، اقسم بربي الكعبه، غير شفت الضباب في جويليه، شفت الضباب في جويليه وفي اوت، والله غير شفت الضباب في اوت، والله العلي العظيم، والله انت باش تشوف في اوت. خويا امين خويا امين، يعني اسكو لاحظت يعني كيما زيطوط وهاد الناس، اسكو راك لاحظت باللي كاينه حمله كبيره يعني لضرب النفسيه تاع الجنود تاعنا، لاحظتها يعني؟ لا لا ما يقدروش، ما يقدروا الناس والله ما يقدروا، اقسم بالله انا نهضر معك، انا رجل صف، انا والله غير رجل صف، والله العلي العظيم انا رجل صف، مانيش تاع بيروات، انا تاع ميدان، والله غير تاع ميدان، والله نطلعوا جماعه يعرفوني هنايا، طلع السوفي، طلع كمال من كندا، طلعوا كذا، والله العلي العظيم انا رجل ميدان، والله ماني رجل صف، والله ماني رجل صف. لازم نديروا احنا ثاني حمله باش نعاودوا نسبوهم. ما نسبوهمش خويا، احنا نبينوا لهم باللي احنا رجال. لا لا باش نصدوهم، باش نصدوهم، فهمتني؟ نصد هادو نقول لك حاجه، هادو اللي راه قال لك، هادو اللي راهم يسبوا ولا نديروا حمله ونديروا كذا، نروحوا للجزائر ونهضوا. يا خويا راكم برا، زيدنا في دقيق ناس يا خويا، زيدنا في دقيق ناس، ما تسالوناش يا خويا، زيدنا في دقيق، اروحوا للجزائر.
أرواح من الجزائر، أرواح من الجزائر، فوالا هذا أرواح من الجزائر. وهذا اللي قال أنت كذاب وترخيص وكذا، نقول له معليش، نقول له أنا أنتايا كي بعد الكونفوكاسيون تاع العامين باش تروح تفوتها، ما تبكيش، ما تحوش على المعرفة باش تجيبها، ما تحوش على الرسوة باش تجيبها. لا لا هذا على بالك باللي يشوف سي امين، على بالك باللي راه كاين مخابر يعني من عده دول وراهم يدخلوا باسم جزائريين، وكاين حتى يعني من المصادره مدايرين ان جروب يعني يحكوا حتى جزائريه وراهم يدخلوا يعلقوا كلش يعني هذا الشيء. هذا رانا فيه احنا احنا لازم ما نخلوش الساحه، ما نخلوش مواقع التواصل الاجتماعي يعني لا سوسيتي الجيريان في الانترنت، ما لازمش نخلوها لهاد الناس. لازم اذا كان كاينه ان مانيبيلاسيون، لازم تكون ان مانيبيلاسيون، معناها قال احنا الانفلونس هذه لازم تكون من داخل البلاد، من عندنا احنا الجزائريين اللي رانا في البلاد، مش يجي انسان يدير انفو كونت والله انسان يروح لفرنسا ويجنده ثم يبدا يدير لنا في الصفحات ويدير في لي فيديو في لي لايف ويشقول يخلع في الناس ومننا والناس تبعوا. لا لازم تعود الامور هنا. انا راني حبيت يعني حبيت نقول لك باللي لازم تنا احنا هنا ندافعوا على بلادنا حتى سير الانترنت، لانه كلش راه يبدا من الانترنت. رانا ندافع اخويا اخي الكريم، رانا ندافع. ورايك انا درت لايف البارح في ولاد الله، انا درت لايف في واحد الصفحه البارح ردي تاع هذاك المغربي اللي دار هذاك لا فيديو وكذا، وعطيته رد والحمد لله، كان الاشتراك وكانت لحقت الحق الفي حتى ال 500 ولحقوا مغاربه وطومونداو، وكنت انا اول واحد اني دوموند، انا اول واحد دومونديت باش يعاودوا يردوا لنا رد الاعتبار. هما ماتوا لنا 275 جندي شهيد، نعاودوا حنا دوموندو 275 واحد يدير لنا طلب اعتذار فيسبوك تاعهم. البارح درتها وراه كاين جديد، انا راح ندير مع جماعه ان شاء الله بربي، وراه عندنا ان شاء الله بربي حمله باش نديروا حمله المقاطعه تاع المنتجات المغربيه والسياحه في المغرب. رانا رايحين نديروها هذه واحدة. أنا عندي الرد حبيبي، أنا دمي حار، أنا بابا كان في الجيش الوطني الشعبي، وعندي 21 وليد عمي في الجيش الوطني الشعبي والحمد لله، وعندي عندنا آخر فرد عنده 6 أشهر اللي دخل، ومازالوا جايين الرجالة وندخلوهم، مازالوا كاينين. نحن بلادنا اليوم وغدوة ومن غد وكما حبيتوا. هاد الناس اللي راهم يسبوا في الجيش واللي حاوشوا يديروا شك في الجيش، والله العلي العظيم الجيش راه واقف، والله ما يطيح، أقسم بالله ما يطيح. أنا نقول لك أنا حنا شفنا الويلات ورانا شايفين الويلات، الحمد لله، رانا الحمد ربي، هذه بلادنا حنا، يا راه بلادنا ونعتز ببلادنا اليوم وغدوة. وانتم هي اللي راكم تأولوا وهي اللي راكم كذا، نحب معاكم، نحب لي فيسبوك راكم معنا الله يبارك، راكم ناس ما شاء الله، راكم ناس الله ربي يبارك فيكم، راكم ناس ما شاء الله رافيك فيكم الخير. عاونونا يا ناس بالكلام، وامشوا ما قدام كل ما يخرج من لسانك راه يتجرد عند ربي سبحانه وتعالى. عاونونا بالدعاء. هاد الناس اللي راهي تدير في هذا الشيء، ربي يهديها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. ونقدم لك كامل الشكر يا اخي الكريم انك استضفتني في المباشر تاعك، شكرا جزيلا لك. مرحبا بك في اي وقت، يعني مرحبا بك، ورانا هنا ان شاء الله، رانا نوجد تحياتي لك العسكريه والمهنيه. انا وجدنا ديزافيش يعني ردا على ديزافيش اللي رانا فيهم، وان شاء الله بربي اذا تحب اجوتيني راني راح نبارطاجي دوك ديزافيش، لازم ننشرهم في كل الجروبات كيما يقول لك في كل اسقاع الفيسبوك. سمعتني اذا رام يحسبوها ابعث لي انفيتاسيون، دوك نبعث لي انفيتاسيون، كاين جماعه في باريس وفي في 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 كندا، دوك نتصل بهم يطلعوك ادمين معاهم ولا جماعه ودير لهم لي لايف، ونكون رد ان شاء الله، ونجيب لك ناس نكون الرد ان شاء الله. هاي ان شاء الله، بارك الله فيكم جزيلا، شكرا جزيلا حب الوطن الايمان، شكرا جزيلا على الناس اللي كانت معنا في اللايف هذا، شكرا لكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، يحيى الجيش الوطني الشعبي، الجيش الشريف، تحيا الوطني، شكرا لكم. واللي هذا اللي هذا حمل هذا اللي هذا اللي سبوني، شكرا لكم. واللي كانوا معايا وفي رايي اسمحوا لي بلا كان وجهه نظر، بل كنت أخطئ ولا كنت أصيب، إن شاء الله يا ربي تسامحوني إذا قصرت معكم ولا كان كلامي زايد، بارك الله فيكم. هذا ماشي مرقة ولا هذا حماس شاب جزائري، هذا ماشي أنا كلامي يعني كثر بزاف الكلام، ماشي مارق ولا ما، هذا حماس شاب جزائري غير عن وطنه، نقطة إلى السطر، هذا واش كاين. بارك الله فيك خويا أمين، وانا ان شاء الله عند بعضنا ان شاء الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا اخي كريم، شكرا جزيلا، مع السلامه، استودعك الله.